أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج العذراء الثلاث 24 أغسطس آب 2021. تعد النجوم بوصول الهدوء الذي طال انتظاره، فاملأ نفسك بالثبات والتواصل مع أقاربك يجلب لك السعادة. التي يمكن أن تزعجها الالتزامات غير السارة المعلقة. لديك شكوك حول صحة مواقفك، ستكون قدرتك على الانزلاق والخروج من المواقف بلطف وسهولة، وهي تذكرتك للنجاح. تكشف الطاقة السماوية للفترة إن طاقتك تحتاج إلى اتجاه جديد، ومع ذلك لن تكتشفها في أي من الملاحقات الأخرى الأكثر شيوعا التي يسعد بها معظم الناس عادة. حان الوقت الآن لإجراء التغيرات التي ستجلب لك ميزة جيدة وهدوء في الأشهر القادمة. سوف تحصل على عرض مفاجئ، ولكن عليك أن تكون حريصا على أموالك. كن حذرا خلف عجلة القيادة. إذا كان بإمكانك تجنب ذلك فمن الأفضل عدم السفر. قيم خطواتك وفكر في أفعالك وتجنب المسار الخاطئ. إذا لزم الأمر كن مساوما. عاطفيا، من المحتمل جدا أن يذكرك أحد العاشقين السابقين بأنفسهم وبالمشاعر التي ضاعت بالفعل لبدء الاحتراق بقوة جديدة. من الممكن أن تواجه صعوبات في الأسرة خلال هذه الفترة القادمة. إذا كنت تفكر في كيفية إخبار شخص ما بما تشعر به، فقد تحصل على الكثير من المساعدة من الطاقة المنبعثة من الكواكب. افعل ما تفعله بشكل أفضل. خذ الأمور خطوة بخطوة وتحلى بالصبر. قريبا ستجرب شيئا جديدا ومختلفا، خاصة إذا كان يتعلق بالسفر. ضع في اعتبارك ما إذا كانت التغيرات في صالحك. عليك تأجيل مناقشة القرارات المهمة الجديدة والشروع في التغيرات الإيجابية ممكنة. إذا قمت بتشريح أفعالك وتوخي الحذر في كلماتك هذه الفترة مواتية لتحقيق رغباتك. مهنيا، حتى النجاحات الصغيرة في مكان العمل سوف تملأك بالجرعة المثالية من التفاؤل لتستمر في المضي قدما. من الأفضل الآن أن تحافظ على ذهنك وتتخذ قرارا أكثر استنارة في وقت لاحق. تشعر بالانسجام مع نفسك عاطفيا. أنت تتطلع إلى الاستمتاع بإنجازات أحلامك. تقترح النجوم دوزها إلى أحد أماكن مواقع الجمال المفضلة لديك. إذا كنت قد أقرضت شخصا ما مالا مؤخرا، فقد يتم إرجاع جزءا منه إليك قريبا. ستسمح لك التغيرات التي تفكر فيها بإكمال المهام التي بدأت منذ فترة طويلة. ستمنحك هذه الفترة الفرصة لتحليل عمق سلوك الأشخاص من حولك، والتي ستحقق فائدة كبيرة. مهما كان ما تقرر القيام به، فقد تجد أن خططك قد تم تغييرها، خاصة إذا كنت قد قررت القيام بشيء خارج عن المألوف. وسيشعر الكثير منكم برغبة في الإبداع. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.